سيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اليومي بتاعنا تحت هاشتاج ادعم سياحة مصر. والتقرير النهاردة بيروح لمعلم من المعالم الأثرية الرائعة، والجديد انه مش في محافظة أثرية قوي زي الأقصر وأسوان وكذا، لا هو معبد بس في محافظة صعيدية جميلة هي محافظة سوهاج. وطبعا عندما نتحدث عن سوهاج لابد أن نذكر معبد أبيدوس اللي خلد القصة الأسطورية، قصة الحب الأسطورية في الزمن الفرعوني ما بين إيزيس وأوزوريس. هنتفرج على التقرير وندشن هاشتاج ادعم سياحة مصر، وبعد التقرير هنروح لفاصل، وبعد الفاصل زميلتي العزيزة هبة الأباصيري هتلتقي معاكم في فقرتها الأسبوعية تحت عنوان السوشيال ميديا. يعد معبد أبيدوس بمحافظة سوهاج أحد أهم وأكبر معابد عبادة الإله أوزوريس. يقع المعبد بقرية العرابة المدفونة بمدينة البلينة، ويتكون المعبد من 7 مقصورات وصالتين للأعمدة، والصالة الأمامية ذات نقوش غائرة والداخلية نقوشها بارزة، ويتميز بدقة التصوير وروعة التصميم واحتفاظه بالألوان. وهو المعبد الوحيد الذي يحتفظ بسقفه حتى الآن، ويستند على 36 عموداً من الجرانيت، ويحوي قائمة أشهر حكام مصر من ملوك الفراعنة من الملك مينا حتى الملك سيتي الأول. ويختلف المعبد في تصميمه المعماري عن باقي المعابد المصرية، حيث بني على محورين، الجزء الأول من الشرق إلى الغرب، ويتجه المحور الثاني من الشمال إلى الجنوب. وقد شيد في عهد الملك سيتي الأول وأكمله ابنه الملك رمسيس الثاني، فالمعبد تخطيطه فريد جداً لأنه على شكل زاوية قائمة أو على هيئة الحرف اللاتيني L، ويعد هذا المعبد قبلة القدماء المصريين، فهو بمثابة منطقة للحج لهم، حيث كانوا يعتقدون أنها المنطقة المقدسة لأداء فريضة الحج للإله أوزوريس. إسراء سعد، آخر النهار.